السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا المحاضرة الثانية اللي هي بعنوان Refractive Index Optical Path Length and Fermat Principle، معامل الانكسار وطول المسار البصري ومبدأ فيرمات. نبدأ بمعامل الانكسار اللي هو بعنوان Refractive Index. Refractive Index اللي هو تعريف معامل الانكسار، هو طبعا هو مقياس لانحناء شعاع الضوء عندما يمر من الوسط الاول الى وسط ثاني، هو مقياس لمقدار انحناء الضوء، هو مقياس لمقدار انحناء الضوء عندما يمر شعاع الضوء من وسط الى وسط. تلاحظون هنا هذا الشعاع الضوئي يجي من الوسط، يعني يتقدم من الوسط الأول وسقط على الوسط الثاني، عانى من الانحناء أو الانكسار نسميه. هذا هو يسموه معامل الانكسار طبعا. وعندنا بعض المصطلحات، مثلا تيتا اي اللي هي هاي تيتا اي هي زاوية السقوط الشعاع، زاوية سقوط الشعاع. طبعا كتعريف زاوية السقوط تيتا اي هي الزاوية، هاي تعريف تيتا اي زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط هذا والنورمال العمود على السطح. تيتا اي زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط incident ray with the normal، هي الزاوية المحصورة بين incident ray and the normal، الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود على السطح. أما theta t اللي هو theta t هذا الجزء اللي هو نفس ممكن هنا نقول theta t هذا هي زاوية الانكسار refractive angle، هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر وأيضا العمود على السطح، هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والعمود على السطح. نرجع إلى معامل الانكسار N. طبعا وكل ضوء، كل شعاع ضوئي عندما ينتقل من وسط إلى وسط يعاني من الانكسار بسبب من؟ بسبب اختلاف معامل الانكسار. معامل الانكسار إذا يعرف أنه النسبة N is defined the ratio of the speed of light in the vacuum C to the speed of light through the material V، هي النسبة بين سرعة الضوء في الفاكيوم في الفراغ إلى سرعة الضوء في المادة الماتيريال أو في الميديوم. إذا هاي تعريف معامل الانكسار، هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الميديوم أو في الماتيريال اللي هو في. واضح هسه اعتقد هذا شيء واضح. ننتقل الى الموضوع الثاني اللي هو Optical Path Length. Optical Path Length هو طول المسار البصري. هنا انا suppose that the light has a distance QR in a vacuum at the time t. In the same time t the light has a distance PS in the medium. في الشكل التالي تلاحظون عندي شعاعين، شعاع ضوئي او شعاعين، هذا الشعاع الثاني يقطع مسافة QR في زمن T، الشعاع هذا يقطع مسافة QR في زمن T في الفراغ في الفاكوم، يعني هنا الفاكوم هو الهواء عندي اللي معامل انكسار واحد، هواء معامل انكسار واحد، هنا بس واحد ميديوم خلينا نقول زجاج معامل انكسار 1.5. في نفس هذه الفترة الزمنية الشعاع يقطع مسافة PS في الوسط، في نفس الفترة الزمنية الشعاع يقطع مسافة PS في الوسط الثاني. ففيما انه المسافة يساوي سرعة في الزمن، فQR المسافة QR يساوي سرعة الضوء في الفراغ في T الزمن اللي هو المقطوع، والمسافة دي اس يساوي الفي سرعة الضوء في المادة في الزمن تي نفس الزمن. بما انه عندي ان معامل انكسار يساوي السي على في، اذا البي اس يساوي سي تي على ان، السي تي هنا كأنما هو الكيو ار، البي اس يساوي سي تي على ان،
نعوض عن سي تي بالكيو ار على ان. اذا وسطين في ار بي راح نحصل ان كيو ار يساوي ان، لان هنا معامل الانكسار في البي اس، مسافة كيو ار في الفراغ يساوي الان معامل الانكسار في البي اس.